بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأرشد السبل. بعثه الله إلى الجنة داعيا وللإيمان مناديا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فعلم الله به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وأعز به بعد ذلة، وكسر به بعد قلة. ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعبد الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، لقد أظلتنا أعظم أيام العام، بل أيام الدهر، أيام قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. بالأمس إخوتي الأحبة، بالأمس كان يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس. بالأمس كان يوم المغفرة، يوم الرحمات، يوم سكوب العبرات، يوم تنزل الرحمة الإلهية على أهل عرفة، على موقف عرفة. وما أدراك ما عرفة؟ لم ير الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحر مما رؤي في هذا اليوم، مما يرى من رحمة الله عز وجل بأمة الإسلام متمثلة في حجيج بيت الله الحرام. في هذا اليوم العظيم، في يوم عرفة، أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة، نزلت عليه آخر آية من آيات القرآن العظيم، نزل عليه آخر الوحي صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله عز وجل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. الإسلام عباد الله دين الله الذي ارتضاه الله لعباده، والذي لا يقبل الله من أحد سواه. قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغ
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الدين المرضي، دين التوحيد، دين الفطرة، دين الحنيفية السمحة، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، وتكونوا يا أمة الإسلام وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. اليوم أكملت لكم دينكم، نحتفل اليوم بكمال الدين، بتمام النعمة، بالإسلام العظيم، كما احتفلنا من قبل. اليوم نحتفل باكتمال البناء، وبالأمس كنا نحتفل بوضع حجر الأساس في بناء هذه الأمة مع الصيام والقيام، ومع بدء نزول الوحي في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأعيادنا مرتبطة ببادي هذا الدين وبكمال هذا الدين. أعيادنا مرتبطة بشعائر الإسلام، بالإسلام، بالقرآن، بأركان هذا الدين العظيم، بالصيام، بحج بيت الله الحرام. أعيادنا تهيج فينا مشاعر التوحيد، مشاعر اتباع لخير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أعيادنا كلها فرح، كلها سرور، لأنها تذكرنا بالوحي، ولأنها تثبت أن الإسلام قادم، وأن دين الله عز وجل هو الدين المهيمن على الدين كله، وأن نصر الله آت، وأن الله عز وجل كما قال: وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر من الله وفتح قريب. عبد على أن نكون كما أمر الله عز وجل بعد الحديث عن النصر وعن الفتح: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله يا عباد الله، ودوروا مع الإسلام حيث دار، وثمروا بأمر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي عيشوا بالإسلام، عيشوا مع الإسلام، عيشوا للإسلام حتى تموتوا على الإسلام. دين الله عز وجل يدعوكم لنصرته، دين الله عز وجل يدعوكم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. دين الإسلام يدعوكم للعلم بالإسلام، وللعمل بالإسلام، وللعمل للإسلام. دين الإسلام يريد جندا لله، يريد أنصارا لله، كما أمر الله عز وجل، يريد رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فالله أكبر، الله 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 أكبر، ما حج الحجيج وطافوا وحل وطافوا وشربوا من ماء زمزم المطهر. الله أكبر، ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات. الله أكبر، ما وقفوا بعرفات فغفرت لهم جميع الخطايا والسيئات. الله أكبر، ما أفاضوا من عرفات إلى المزدلفة ثم رموا، ومنهم من حلق أو قصر. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله،
دوروا مع الإسلام حيث دار، وانظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى اعتزازهم بهذا الدين وإلى أسئلتهم التي تدور مع الإسلام. هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، إيمان ثم استقامة، علم ثم عمل، هداية ثم نعمة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبصر الطريق، وبعد أن تبصره تتحرك للطريق كما تدعو: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وهذا صحابي آخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبت به. همه الإسلام، فكره الإسلام، شغله الشاغل الإسلام. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فيقول له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذا آخر، عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، ماذا يقول؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وآخر يقول: نسب الإسلام لا نسب لي سواه إذا ما افتخروا بقيس أو تميمي. وهذا عمر بن الخطاب يدخل إلى بيت المقدس، يقول له أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول له ويطلب منه أن يغير ملابسه وأن يركب مركبا يليق بمقامه كخليفة المسلمين كأمير المؤمنين. فماذا يقول عمر؟ مه يا أبا عبيدة، والله لو قالها أحد غيرك لجعلته نكالا. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العز في غير ما أعزنا الله أذلنا الله. بالإسلام ننال العز، ننال القوة، ننال المجد، ننال النصر. بغير الإسلام الذل والهوان. فارفعوا أمركم يا عباد الله وشأنكم بهذا الدين، كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. الإسلام عال يا عباد الله، حتى في دعوته لهؤلاء قل: يا أهل الكتاب تعالوا أو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. المسلم يرتل هذه الآية معلنا شعار التوحيد، شعار الفطرة، شعار الإخلاص لله عز وجل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن يا عباد الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مع هذه الأيام، مع أيام العيد، مع أيام الحج، نذكر هذه المعاني ونذكر أنفسنا بتلك المعاني العظيمة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة. يا أمة الإسلام أنتم دعوة أبيكم إبراهيم، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. اليوم نجدد الدين ونجدد العهد ونعلن أن الشخصية الإسلامية لن تذوب، وأن دين الإسلام لن ينتهي، بل الإسلام قادم، بل الإسلام آت، بل الإسلام عال، بل الإسلام منتصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها مهما صنع الحاقدون الحاسدون المتربصون ومهما تحزبوا. الله عز وجل هزم الأحزاب وحده، نصر عبده، وسوف ينصركم يا عباد الله مهما فعلوا. يريدون أن يطفئوا نور الله وأنى لهم ذلك، هل يملك أحد أن يطفئ نور الشمس؟ فما بالك بنور الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره. فدين الله ظاهر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما من بيت وبر ولا بدر إلا دخل فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر، الحجر ينطق، الشجر ينطق، لمن يا عباد الله؟ للمصري؟ للشامي؟ للإشراكي؟ للديمقراطي؟ للعلماني؟ للقومي؟ لا، لا وألف لا، لا ينطق الشجر ولا ينطق الحجر إلا عندما تعلن الأمة هويتها وتعود إليها شخصيتها، تعود إلى العبودية لله عز وجل، وتعود إلى الإسلام. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا مسلم، يا عبد الله. عندما نرفع الإسلام وعندما نرفع العبودية سوف ينطق الله لنا الجماد، وما غير هذا نزل، نزل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى. الإسلام يا عباد الله حصر وقصر، هدى الله هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تنزع الولاية، تنزع النصرة، إن اتبعنا الهواء. ولي المتقين ربنا متى؟ عندما نتبع شرعه، عندما ننقاد لأمره، عندما نسلم الوجه له. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وإلا كان الهوى
وإلا كاد الجهل. ولا تتبع أهواء، أهواء إما شريعة وإما أهواء، أهواء الذين لا يعلمون، إما جهل وإما علم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك الحق من ربك كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وأبشروا بهذا الحديث الصحيح، بهذه النبوءة، نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال سوف تفتح القسطنطينية ورومية. حديث رواه عمرو بن العاص صحيح، قال عليه الصلاة والسلام مبشرا سوف تفتح القسطنطينية ورومية. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية أولا أم رومية؟ فقال عليه الصلاة والسلام القسطنطينية بلد هرقل. فتحت القسطنطينية التي سميت بعد ذلك بإسلامبول، أي مدينة الإسلام، ثم أصبحت إسطنبول. وخرجت منها خلافة مكثت 6 قرون تكالب عليها الأعداء. القسطنطينية فتحت مع بدايات القرن 8 الهجري، ونحن نقترب ونستبشر من فتح رومية. فتح روما معقل هؤلاء الذين أعلنوا وثيقة يريدون تكفير المسلمين، وأعلنوا أن من حقهم ومن حريتهم أن يبعثوا الإرساليات لتنصير المسلمين. هذا باب الفاتيكان يعلن ذلك، ونحن نعلن خبت وخسرت. الإسلام قادم شئت أم أبيت. جلست مع أحد الفرنسيين في مدينة باريس في محطة الشرق تسمى الجاردوليست. الجاردوليست يعني لا است يعني الشرق، محطة الشرق في مدينة باريس. فإذا بفرنسي شاب سألته ما اسمك؟ قال اسمي محمد المهدي. قالها لي، جلست معه، كان الحديث معي، ولو كان مع غيري ما تحدثت وما نقلت. فقلت له لماذا سميت نفسك ذلك؟ قال كنت نصرانيا فأبى عقلي وأبت روحي أن أعتقد أن بشرا يأكل ويشرب وينام إله من دون الله. لا وربي، فكفرت بكل دين. هكذا هم هناك 85% من أوروبا لا دينيين. هل ذهبت يا باب الفاتيكان إلى قومك إلى عشيرتك فتحاول أن تردهم من اللادينية إلى النصرانية كما تزعم أنه من حقك أن تصنع ذلك مع المسلمين؟ خبت وخسرت، خبت وخسرت أيها البنديكت، يا من أسأت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وسوف نرى فيك عجائب قدرة الله عز وجل، ثم تعلن في وثيقة أن من حقك أن تقوم بتنصير المسلمين. انظر كم من الناس يدخلون في الإسلام، واسمع قصة هذا المهدي محمد الفرنسي الذي كان كاثوليكيا كفر بدينك الباطل، وإذا به يقول أصبحت لا دينيا. ثم جاءني خاطر أسأل نفسي كأنه يقتدي بأبي الأنبياء إبراهيم، قلت قد يكون لهذا الكون إله، لما لا يكون لهذا الكون إله؟ لو كان لهذا الكون إله فهو الذي يدلني، هو الذي يدلني عليه. أحد يسأل نفسه سؤال منطقي، سؤال الفطرة، يا إما الكون ده له إله أو ملوش إله. طب ما يمكن يكون له إله. ألف نفسه طب لو كان إله يبقى هو الهادي سبحانه وتعالى، وهو الذي يدل على الطريق. فأخذ يدعو، إلهي لو كنت موجودا فدلني عليك، لو أنت موجود دلني عليك، فإنه لن يدلني عليك أحد غيرك. هذا يحكي لي أنا. فإذا به أسأل فماذا صنعت؟ قال نمت. فإذا بلساني يتحرك رغما عني بدون إرادة مني، وأحاول أن أمسكه فلا أستطيع. ماذا كان يقول لسانك يا محمد المهدي
الذي اهتديت إلى الفطرة والذي دخلت في الإسلام. قال في وأنا نائم لساني يتحرك سيفري الإكزيست، سيفري الإكزيست، فري يعني حق، إكزيست يعني موجود، سي يعني هو أو إنه، سيفري إنه حق، الإكزيست إنه موجود، إنه حق، إنه موجود. سبحان الله، فعلم أن لهذا الكون إلها، فتوجه إلى الإله. إلهي قد علمت بوجودك وقد علمت أنك حق وأنك موجود، فدلني على الطريق، دلني على الطريق إليك. فإذا بدعاة الإسلام يتحركون وينشرون دين الله عز وجل في بقاع الأرض، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها، وسوف يبلغ ملك أمتي، ملك أمتي ما زويل منها. تقابل وقابل مجموعة تذهب إليه ويذهب إليها، فسألوه وعرضوا عليه الإسلام فأسلم. يسلم الملايين من البشر، يكفي حركة السكان. المسلمون يزيدون بمعدل 1.5% 2% كل سنة، وهذه متوالية هندسية، مش متوالية عددية كمان. فاضرب 1.5%، اضرب 2% في 1.5 مليار، يبقى من 20 ل 30 مليون. هيعملوا ايه؟ هيقتلوا كل يوم 10 فلسطينيين، 20 فلسطيني، فلسطينيون 5-6 مليون، بيزيدوا بمعدل لو قلنا 2%، 2% في 5 مليون ب 100,000، بيزيدوا 100,000. قتلوا 10 20 كل يوم، قتلوا 300 في الشهر، قتلوا 3000 4000 في السنة، 100,000 جايين شباب مستعدون لنصر دين الله عز وجل، وسوف يكونون ممن هم في كنف البيت المقدس، وسوف يشاهدون تلك الأجيال المتعاقبة، وهذا الشباب المسلم سوف يرى بعين رأسه نصر الإسلام ونصر المسلمين. الله أكبر، 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 الله أكبر. هنيئا لكم عباد الله، هذا يوم فرح، يوم سرور لطاعتكم لمولاكم، لدينكم، لصلاتكم، لقيامكم، لصيامكم، لحجكم، لتوحيدكم، لتوكلكم، ليقينكم، لتضحيتكم، لفدائكم. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا يوم عيد، قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا يا عباد الله بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن. هذا يوم عيد، أيام التشريق أيضا أيام أكل وشرب ولهو مباح وذكر الله عز وجل. فافرحوا وزوروا أقاربكم وصلوا أرحامكم وضحوا بضحاياكم من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم. الغنم يجزئ منها ما تجاوز 7 أشهر وتسمى الجذع من الضأ، والمعز لابد أن يتم السنة، والبقر لابد أن يتم السنتين، والإبل أي الجمال لابد أن تتم 5 سنين. انتبه يا من تشترك في البقر، انتبه أن الله عز وجل أن الأضحية قبل سن السنتين لا تجزئ. ناس كتير بتجيب عجل صغير بتاع سنة، بتاع سنة ونص، لا، لازم تتأكد أنه كسر السنتين، والناس تعرف الكلام ده. الأضحية لابد أن تكون في وقتها، الآن يجوز أن تذبح، والأضحية لابد أن تكون سليمة من العيوب، لا تكون ضعيفة، لا تكون عرجاء، لا تكون عوراء، لا تكون بلا مخ، لا تكون هزيلة، تكون ممن يحب الله عز وجل أن يقبلها. واعلموا أنه ما من عمل أفضل عند الله عز وجل في هذا اليوم، في يوم النحر، من إهراق دم، من الأضحية. نتشبه بالحجيج، الحجيج عندهم الهدايا وعندهم النسك، ونحن عندنا الأضحية، سنة أبيكم إبراهيم وسنة سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. وإن أول نقطة لا تقع عند الله بمكان قبل أن تقع على الأرض
وكل أظفارها وكل أشعارها وكل دمائها بمقدارها حسنات تتضاعف عند الله عز وجل. فهنيئا لكم عباد الله، هنيئا لكم يا المسلمون هذا العيد. نسأل الله عز وجل أن يعيده علينا بالأمن والأمان واليمن والبركات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. عباد الله، إن الله عز وجل أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم يا عباد الله.